ورجعنا لكم مرة تانية، فقرة جديدة، فقرة مميزة جدا، هنتكلم فيها عن قصة نجاح قررت تاخد ريسك وتجازف عشان توصل لهدفها وتعمل اللي هي عايزاه. هيكون معانا في الفقرة دي أصغر مأذونة في مصر، الأستاذة وفاء قطب. أهلا اهلا بيكي. وسهلا بيك أهلا استاذ بيكي، محمد. منورانا والله. اهلا وسهلا بيك. أنا سمعت عن قصتك وبصراحة أنا معجب جدا بشخصيتك وباللي أنت وصلتي له وباللي أنت قررت إنك تعمليه. ميرسي جدا. عايز كده بداية تقولي لي جات لك منين الفكرة دي؟ والله هي جات لي طبعا لما سمعت عن تعيين اول مأذونة في مصر، استاذة امل سليمان، مأذونة الإناءات الشرقية. من هنا بقى جات لي دي كانت الفكرة. أول مأذونة في مصر. من هنا جات لي الفكرة. نزل عندنا إعلان بالصدفة كده في محافظة الإسماعيلية عن دايرة فاضية اللي أنا مسؤولة عنها حاليا. قدمت واتقبلت. بدأت شغلي في 2015 وحتى الآن مستمرة في عملي. الحمد لله، يعني المهنة إلى حد ما مش صعبة، أنا قادرة إن أنا يعني هي أمتهنها بشكل المعترف أو جدي. المعتاد إن المهنة دي مهنة يعني ده رجالة المتعارف أو عليه. متعارف عليه بالظبط، ده المتعارف عليه، هي المهنة ما مستجدة على الأنثى هتهزكيش يعني. لما الموضوع جه في دماغك أو ما لا قلتيش لأ خالص، صعب لا وما أقدرش خالص، لا خالص. انا يعني من الشخصيات اللي بتحب التحدي جدا، بتحب تدخل في حاجات جديده، بتحب تتميز، تحب تعمل اثر وبصمه في المجتمع، تحب تعمل حاجه جديده. دايما تفكيري دايما بيبقى بره الصندوق، بحب قوي قوي ابص للتفاصيل الصغيره. يعني حتى مهنتي هي ما فيهاش ابتكار، بس انا حولتها لحاجه تانية. يعني ايه؟ يعني امتهنتها بشكل مختلف عن باقي بالظبط. الزملاء، فده ازاي خلاني يعني؟ شجعني. يعني احنا عارفين ان المأذون المعتاد ان هو بيبقى معاه دفتر زواج ودفتر طلاق، بيشتغل الشغل الاداري، التوثيق لو في عقد بيقول الايجاب والقبول مع التوثيق، ده شغله العادي. تمام. تمام. انا بدأت ادي محاضرات ده ندوات بجد؟ طبعا، بس بعد ما قويت نفسي في المجال ده اللي هو مجال الارشاد الاسري او النصائح والحاجات دي. خدت كورسات أنا آسف واجتهدت حضرتك، بقالي وذاكرت. كام سنة في ال 5 سنين. 5 سنين؟ خمس لا سنين فترة كويسة. 2015. ما بدأتش غير بعد ما حسيت نفسي ان انا اقدر ان انا ادي قدرت معلومة أعملي للي كده. قدامي. بدأت بمجموعة ندوات كده، وبعد كده ابتديت ادي محاضرات في المجلس القومي للمرأة، في مركز كويس تأهيل جدا. المقبلين على الزواج، وبعد كده عملت برنامج إذاعي باسمي، يوميات مأذونة، على إذاعة القناة عندنا في محافظة الإسماعيلية. ابتدى الموضوع يتطور معايا وخرجت من نطاق الشغل، يعني الشغل اللي هو العادي او الافتراضي اللي الناس كلها احنا معانا عارفاه صوت برضه المتعارف عشان عليه. كملي حضرتك معانا بس. فطبعا التطور ده كله معاه كمان بيزيد تطور في شخصيتي، بفكر افكار جديده، بعمل حاجات جديده، كل ده بالنسبه لي انا كان حاجه حلوه جدا بالظبط. يعني. طب كان رد فعل الناس ايه طيب؟ يعني ايه ردود الافعال اللي والله وصلتك؟ انا هقول لحضرتك، انا يعني كنت اكيد داخله المهنه وعارفه ان الناس بنسبه هيكون مش قليله هترفضني، بس اللي حصل ان حصل العكس. الناس قالت ان انا في وشي قبول كده يعني غريب، في راحه ده ما بيجوا حقيقي، ده عندي، حقيقي. لدرجه ان انا دلوقتي بقى بيجيني ناس من محافظات تانية بره محافظه الاسماعيليه بيغيروا محل الاقامه. لسه كان عندي ده بنوته من بجد؟ كام يوم من السويس، وشافتني في كاتب كتاب واحده صاحبتها من ده حاجة حلوة 2017، بجد والله، وفضلت ده انتي ليكي حطاني في معجبين. دماغها. فضلت حطاني في دماغها لحد ما اتخطبت، ما كانتش اتخطبت كمان، لحد ما اتخطبت وقررت ان هي تتجوز، قالت هغير اقامتي اسماعيليه عشان اكتب عند وفاء قطب. طب مين فده دعمك في اثر القرار جميل ده طبعا. اول ما اخدتيه؟ يعني والدتي الله يرحمها اول واحده، الله يرحمها. هي للاسف ما شافتنيش، في تمام. توفت قبل ما اتعين. بس انا طبعا اي حاجه بعملها بتكون بنيه ان هي تبقى في ميزان حسناتها، اي حاجه حلوه بعملها في المهنه. بعدها طبعا ربنا والدي يبارك لك يا واخويا رب. واسرتي بقى الصغيره وعيلتي بقى ما حدش الكبيره، وقف اصحابي، ضدك، ما حدش اعترض، ما حدش قال لك لا. الناس القريبين مني قوي، او الناس دايره الناس اللي حواليا، عارفين كلهم ان كانوا انا في ظهرك. شخصيه قويه. تمام. يعني تفكيري مش محدود على حاجات معينه، بقدر ان انا اطور من نفسي واطلع افكار جديده والكلام ده كله، فكانوا متاكدين ان انا هقدر انجح. طب في ظل كورونا بقى والفيروس والكلام والحظر، معدلات الزواج انا حاسس ان هي بتزيد، ده فعلا هو فعلا بجد؟ طبعا الكورونا جت، ربنا يا رب يعدي الوباء ده امين يا رب على خير يا رب، ان شاء اللهم الله امين، يعدي ويحفظنا باذن جميعا. الله، ربنا يحفظ مصر. يا رب اللهم امين. جه طبعا الوباء ده قفل بقى كل حاجه، قاعات اتقفلت، مساجد اتقفلت، قاعات دار في صور مناسبات برضو على اتقفلت. يعني ايه كله؟ انا يعني عامله اجراءات زي ما بيقولوا كده رهيبه، مشدده في المكتب. فطبعا كل ده توفر بقى،
تمن الفرح اتوفر، تمن الإشارة اتوفر، يعني حاجات كتير اتوفر على الأسباب، يعني الأسباب مادية الأسباب مادية هي اللي خلت الموضوع كده. فطبعا كل الموضوع بيتلم في كتب الكتاب وزفة كده بسيطة بالعربيات ويروحوا بيتهم، ومفيش بقى شهر عسل على فكرة. ده كويس جدا يعني، والله ده كويس جدا يعني. هي الفرحة فرحة العريس، الفرحة هم يكونوا فرحانين ببعض أهم حاجة، ويكون اختيار مظبوط واختيار صح واختيار صالح. بالظبط بالظبط. طب هل فيروس بقى فيروس كورونا أثر على الأسرة المصرية برضو من وجهة نظرك؟ والله أنا هقول لحضرتك على حاجة. في الأول في بداية الوباء كانت حالات الطلاق عندنا ابتدت تنخفض شوية، فقلنا الحمد لله. ده ليه بقى؟ يعني أنا فسرته إن في خطر أكبر جاي على الأسرة. إيه بقى؟ فاهم اللي هو إيه؟ إن أنا عايزة أحافظ على بيتي وولادي، فأنا بجنب مشاكلي الصغيرة مع جوزي على جنب، لأن دلوقتي الأولى إن أنا أحافظ على بيتي وعلى ولادي من أي حد إن هو يمرض أو يصاب. تمام. الموضوع طول في الصحه شويه اكتر من المشاكل الزوجيه ومشاكل لما الموضوع طول بقى معانا يعني شويه، بدات بقى ايه المشاكل تكتر طبعا من القعده في البيت. طب انت كنت متوقعه ان هو ده اللي هيتم فعلا؟ كنت متوقعه لو الموضوع طول شويه، لان في ناس كتير طبعا سابت اشغالها، في الامور الماديه بدات تقع، فبالتالي المشاكل بدات تكتر، فاضطروا ان هم بقى كله يعني كل واحد شايف ان حياته ما تنفعش، بداوا ينفصلوا. طبعا احنا بنعمل محاولات اكيد انتم يعني احنا بنعمل محاولات بحيث ان هم ما ينفصلوش، بس اللي بيحصل ان في حاجات ما بنقدرش ان احنا نوقفها، فبيضطروا ان هم ينفصلوا. تحكي لي على موقف متذكره، موقف عايزه تحكيه مثلا، كان موقف غريب او موقف انت قدرتي تعملي فيه حاجه كويسه. موقف قدرت اعمل فيه حاجه كويسه، في مواقف كتير. تمام. منها موقف في زوج وزوجه جولي تقريبا 3 مرات، وفي كل مره بحاول معاهم. المره الاخيره كانت الزوجه يعني خلاص جابت اخرها، وانا يعني هتطلق يعني هتطلق. قعدت معاها وقلت لها بصي احنا هنجرب شويه حاجات، وايه في التعامل بينك وبينه، وجربي شهر. الموضوع ما ينفعش، تعالي لي وانا من غير اي كلام هطلع دفتري ومديكي ومشيكي. قالت لي ماشي. جولي تقريبا بعد تقريبا شهرين معاهم ولد وبنت كده صغيرين في سن 10 سنين 9 سنين كده. قالوا لي فاكرينا؟ قلت لهم فاكراكم. قالوا لي احنا جايين نقول لاولادنا ان دي البنت اللي حافظت على بيت بابا وماما. طبعا ده كان بالنسبه لي بمثابه تشجيع لدوري، واني حسيت ان قد ايه دوري عظيم. دورك عظيم ومؤثر وفعال بالزبط. يعني لان انا شايفه ان هي مهنه انسانيه اكتر منها مهنه قانونيه او توثيق. الله عليك بجد. يعني هو ده مش انا مش شغال وخلاص وباخد فلوس دي رقم واحد. دي رقم واحد. مواقف بقى كتير طريفه، يعني ممكن مثلا اكون بعمل بره في قاعه الاستقبال بره كاتب كتاب، وفي حاله طلاق منتظراني في المكتب، فاخلص كاتب الكتاب. طب الحاجات دي بتاثر على نفسيتك انت فعلا يعني؟ اول ما تعينت اكيد، بس بعد كده اتعلمت ان انا احافظ على نفسي. اصلا انا زي بقيت زي الدكتور الجراح كده، او الدكتور اللي بيعمل عمليه وطالع عايش حياته. تمام. في الاول بتبقى الدنيا شويه شدت اعصاب، بعد كده بعيش حياتي عادي مش مشكله، وبقدر افصل يعني. بتفصلي ما بين حياتك الشخصيه والمواقف المؤثره دي وشغلك. طب الفتره برضو الزياده اللي انت كنا لسه بنتكلم عليه، معدلات الطلاق، يعني ناقشينا في الموضوع ده شويه. معدلات الطلاق عندنا حتى في محافظه الاسماعيليه عاليه شويه، من اعلى المحافظات يعني. يعني مش هنقول ان هي رقم واحد في الجمهوريه، بس هي من المحافظات العاليه، وده علشان كمان الكثافه السكانيه بتاعتها قليله، وده طبعا مش منطقي يعني، حاجه طبعا مفزعه طبعا يعني. فانا بقابل اسباب عندي في المكتب. احنا عندنا اسماعيليه بيجوزوا ولادهم سن صغير شويه. فتدخل الاهل بالنسبه لي انا اللي انا بشوفه في المكتب رقم واحد. الاهل بيجهز الولد وبيجهزوا البنت، ونتيجه ان هم جهزوا البيت ده حته حته، والولد والبنت ما عملوش اي حاجه، بيعتبروا نفسهم اوصياء على هذا المنزل وعلى اللي فيه. اصحاب بيت بقى هم اللي يقولوا بيدخلوا بقى في كل حاجه في كل حاجه تخص الولد او البنت. وللاسف صغر سن الزوج والزوجه، اي مشكله بسيطه الخبرة تحصل يروحوا يحكوا كل واحد لاهله، والاهل يشبطوا في بعض، والدنيا ايه خلاص كده ملهاش حق. لان انا قابلت فعلا حالات طلاق الولد والبنت بيكونوا عايزين بعض، وللاسف بيتطلقوا عشان خاطر اهاليهم مش عايزين بعض، فدي طبعا كارثه. وبقى في اسباب بقى بعد كده كتير. تقدري برضو تحكي لنا على موقف يعني حصل معاكي في حاجه زي كده، وكنت متضايقه ان هم هينفصلوا؟ كان في موقف اثر فيا جدا. كانوا لسه متجوزين، يا دوبك البنت خلفت ولد عنده تقريبا 40 يوم، وجت وهو على ايديها، وهم الاثنين عايزين يتطلقوا. طب يا جماعه بعد اذنكم اطلعوا بره في الاستراحه وانا هقعد معاهم. اول ما قفلت باب الاوضه هم الاثنين قعدوا يعيطوا. الاثنين عايزين بعض. عايزين بعض. بس لو احنا كملنا هنخسر اهلنا، واحنا لسه صغيرين ما عندناش اي خبره في الحياه، مش هنقدر نكمل من غير هيقدروا يكملوا الحياه لوحدهم. بالظبط.
فاختاروا ان هم ينفصلوا، وطبعا دي كانت بالنسبه لي من الحالات المؤثره جدا. احنا بنشوف طبعا كتير، يعني احنا بنشوف بس حالات كتير جدا. هو اقول لك، هي قله خبره تقريبا، هو حكى لاهله وهي حكت لاهلها فشيلوا الدنيا من ما هو بعض. قله بقى الخبره، وان انا بشوفه والتدخلات من هنا بالظبط، اللي انا وتدخلات من بشوفه بقى هنا. من الحالات اللي انا بشوفها عندي في المكتب، ده اللي خلاني اتشجع ان انا اعمل ندوات توعيه للمقيلين على ده هو الزواج، ده كويس جدا. تمام، بحيث ان انا اعرف الولد والبنت ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ازاي اتعامل مع بعض في سنه اولى جواز، لان هي اخطر سنه. احنا الاثنين كل واحد فينا جاي من بيت مختلف، عادات وتقاليد مختلفه، بالظبط، بيئه مختلفه، تربيه مختلفه، احنا في البيت نفس البيت الاخوات بيكونوا ده مختلفين، مختلفين، ما بالك ما لو بالك ده محافظات بقى بالظبط، او ولو حتى نفس جوه المحافظه بس المحافظة بيت بتلاقي فيه مختلف. اختلافات. صح، فلازم نتعلم ان احنا نتقبل الاخر باختلافنا وبطباعنا، لازم نعرف ان الطبع ما بيتغيرش، احنا بنتعايش ونتكيف معاه، ممكن نقلل من حدته لكن مستحيل انت هتاخدي واحد تغيريه او هو هياخد واحده تغير. فالوضع ده كله الشباب الصغيرين مش فاهمينه، لان احنا بناخد الكلمتين من بابا وماما، اللي نفع مع من بابا واضح من وماما وجهة مش نظرك هينفع انت معانا. شايفة ان يعني الجواز برضو ما يكونش في سن صغير، يعني دي يكون هو افضل لا مثلا. سن صغير ولا كبير، انا دايما بقول ان السن المناسب للزواج هو السن اللي انا شايفه فيه ان انا اقدر اتجوز واتحمل مسؤوليه وافتح بيت، سواء للولد او للبنت. ما ينفعش اكون بفتح بيت وانا مش قادره اعتمد على معتمد على نفسي اهلي او ومعتمد معتمد على على اهلي اهلي. او ما عنديش مسؤوليه او راميه كل الحمل على اهلي. طب ما انا ولادي هيتاثروا لاني انا مش هقدر اربيهم بشكل صحيح. بس بصراحة أنت نموذج مشرف، فعايزك برضو اشكرك والله جدا. بجد، فعايزك تقدمي رسالة للشباب والشابات اللي عنده حلم وعنده طموح ونفسه يوصل ونفسه يحققه. أنا شايف إن مفيش مستحيل وهتوصل، يعني هتوصل، فتقدمي رسالة سريعة كده. هو انا ما يعني ما اتولدتش او خلصتش او خلصت دراستي وعملت اي حاجه وما فشلتش، لا فشلت في حاجات طبعا ووقعت وقمت ووقعت بالظبط، وقمت. اكيد لما استلمت من 5 سنين في مواقف كتير قوي خلتني ارجع، حصلت لي خلتني ارجع خطوه لورا، بس رجعت قلت لا انا مش هستغنى عن حلمي وهثبت. هكمل تطوري لشخصيتي، لازم نشتغل على الشخصيه علشان تقدر تكمل في حلمك وتطور من نفسك، عشان ما تكونش نموذج هو بس حاطط نفسك في اطار معين لمده، يعني تفضل يعني ماشي عليه نقول طول امسك في حياتك حلمك وما تستسلمش خالص. وكمل في طريقك. بالظبط، وبنقول لحضرتك كل شاب وكل شباب امسك في حلمك وكمل، وان شاء الله هتوصل وما تخليش حاجه توقفك ولا تحبطك. فاصل وهنرجع لكم، خليكم معانا.